فين خدنا اخر حاجه؟ ها الفاكتورز افكت، خلصنا الفاكتورز، وصلنا لحد ديزيز شيلر ايه؟ وبعدين ريز بس كان فاضل الجلوتامين. وبعدين ريز ده ايه؟ في العربي اسمه ايه؟ وهم العضلات الوديل، وهم العضلات الوديل مار يعني مصر اتينيا ضعف او وهم بغرفص وهم العضلات جيمس ايه الماء البوليه من حوالي لو استاذ دلوقتي استاذ براك عرض كان الاول بتاع الدفعه وهو ابن الدكتوره الكريمه استاذ الفسيولوجي أول مجموعة دفعة سمعت إن المواليدين بريدوسيس أن أوتو بليون ديزيز. أوتو بليون ديزيز. أنا قلت لهم نفس الكلام وعلمتهم وجاه بعدها بسنتين سألتني أستاذة وماذا هي أستاذة؟ قالت لي مكتوب في كتاب القسم temporary large substances circulating in blood. انتوا عارفين ان الفراري الديتيوبوكولارين ده بيعمل كومبيتيتيف انهبيشن مع الاسيتايلكولين عند النيكوتينيك ريسبتورز، يتنافس مع الاسيتايلكولين عند النيكوتينيك ريسبتورز اللي موجوده في السكيلتال مسل. موجوده فين؟ وبالتالي ليه بيتنافس معانا؟ اصله سيميلر انستراكشن سيميلر ان ايه؟ وهاي كونسنتريشن. ليه هاي كونسنتريشن؟ لان الكولاري از نوت هايدرولايزد لايك اسيتايلكولين استيريز، ولكن اسيتايلكولين از هايدرولايزد لايك اسيتايلكولين استيريز فيري رابيد في 1/7000 دوز من السهم، 1/7000 قبل السهم. يعني لازم تتخيل اقسم السكن ب 7000 دوز وخد واحد، ده الزمن اللازم عشان الاسيتايلكولين استريز يكسر الاسيتايلكولين الى اسيتيك اسيد وكولينيز. فدايما المنافسه في صالح الكولاري وليست في صالح الاسيتايلكولين. في صالح الكولاري وليست في صالح الاسيتايلكولين. فهمت اللي انا بقول؟ بقول لك انه كان يقال ان الميتين بريدز ده نتيجه تراني واي صفر سيكوليت من ده. ودي نظريه قديمه جدا. من 20 سنه او 30 انا قلت انه اتس ان اوتو ايميون ديزيز. فالاستاذ ما عجبهاش هذا الكلام رغم ان ده طلع الاول على الدفعه اللي انا شرحت له انها اوتو ايميون ديزيز وبقى في سنه ثانيه. فانا لها الاستاذ ماشي في القسم. قالت له لو طالب قال لك ان الميتين بريدز اتس ان اوتو ايميون ديزيز. لا خبر. كيراري لايك سابسس. رحت حاطط بعد كده على المذكرات اللي بنزلها مدارس في جامعه خاصه قول فرانسيس بيكر بوكس ماست فولو ساينسز اند نوت ساينسز بوكس. يعني الكتاب لازم يتبع العلم وليس الايه؟ العلم يتبع لجهه الكتاب. دلوقتي بقى well known knowledge ان المعدين الجريفز از اوتو ايميون بتكون انتي بودز ضد الكولينرجيك ريسبتورز اللي موجودين في المصل. طب الكولينرجيك ريسبتورز موجودين في المصل فين؟ اليابيه في السكندري سينابتيك فولز. فالانتي بودز لما بتتفاعل مع الريسبتورز تقوم بتدمر الريسبتور وتكسر السكندري سينابتيك فولز. فبدل ما الممبرين الممبرين بتاع المصل از فولدد انت كسرت الفوز فبقى ممبرين بلا فولد تقوم السينابتك لاخت الويتس بتاعها يزيد. ما انت كان في بروجكشن
وعليهم ان يكونوا ناجي في رسالة الرسول نيكوديموس. فانت اصفت دول. فبقى الامرين بتاع المصري كده. فبقت الديستانس ما بين الموتور نب بعد الموتور نب سينابتك نب من اسمه ده اي اقرب حد للباب الوراني ده ينده عم سعيد يجي يصلح المايك. ف بقى increased width. Increased width يعني ايه؟ يعني start coming has to cross a longer distance. فيقولوا مجازا ان الاكتيفيتي of start coming stress is increased. قلتلك الاكتيفيتي of start coming stress is increased. لان هو اصله مش هيوصل ده start coming stress بايه؟ بالاثار. فتكون نتيجه انه الاثار كلين مليش فرصه عشان يتعب مع الكولينرجي ريسبتورز. معلش هو بينظف الودان بينظف الودان عشان اللي عنده دوده فوق بتنط للصوت. عم سعيد يعني هو عامل المدرج ومنظف الاداء تو جوبز ربنا يديله الصحة والعافية. فاحنا واقفين عند المعلومة اللي بتقول ان المايدينيا جريفيس is an autoimmune disease in which antibodies are formed against nicotinic cholinergic receptors وبيحصل destruction to these receptors وكذلك the secondary synaptic folds are destroyed. The width of the synaptic cleft is increased والactivity of acetylcholine esterase is increased. Acetylcholine is inactivated before it reaches. فالعضلة تصاب بالضعف والوهن. مسألة progressive. Progressive ليه يا ابني؟ لأن كل يوم more antibodies are formed. كل يوم cholinergic receptors nicotinic are destroyed. انا شفت بنت في حياتي الطبيه شفت بنت عندها مايدينيا جريفيس تكون الصبح كويسه وان هي نايمه ما فيش يوتيلايزيشن للاستايكول هتقوم الصبح كويسه ياذن عليها الظهر تبتدي ما تحركش اطرافها ايدين ورجلين هم دول اللي هي بتحرك ويحصل دروب للابر ايلد من ساعه ما صحيت من النوم وهي رافعه الابر ايلد اللي بيته في البيبري سوبريورس شغاله بالنرفس الله مش كده؟ فيحصل لها دروب اوف ابر ايد توزس يسموها تتكتب بتوزس من بي سايلنت فتتكتب توزس توزس وبعدين على المغرب يبتدي الريسبيراتوري ماسلز تتاثر العلاج المتاح في مصر بندي بروستيمين او نيوستيفين ده ايه ده؟ ده استريز انهيبيتور فور فيو اورز اسيتايل كولين استريز فور فيو اورز وبتصيبهم الوفاه وهم في سن صغير في علاج طبعا افضل ان هو بيعالج الاميون سيستم عشان يمنعه من تكوين الانتي بوز ولكن في المستشفيات معدوده في العالم مستشفى الامريكي في باريس يبقى انت عرفت المايتينيا جريفيس. ايه الفرق ما بين السباستيك باراليسيس والفلاسيك باراليسيس؟ السباستيك الاثنين بارالايز، الاثنين المسلز ما يقدروش يحركوها. لكن السباستيك يعني بيبقى بارالايز ويموت وهو في حاله سباسم وخشن. اما الفلاسيك باراليسيس فده ريلاكس. مين يا ابني في الجزيسيس اللي احنا قلناها من الطالب الشاطر؟ مين اللي فلاسب؟ اليابيه ده بتاع الايه؟ بوتوليزم. البوتوليزم البوتولينيوم توكس البوتولينيوم توكس اصل ده بيبريفنت الرابشر اوف ذا فيسيكلز كونتيننج اسيتايل كولين. فلما لا يفرز الاسيتايل كولين ها المسلس تبقى ايه؟ بارالايز. هذا الباراليسيس بيصيب الدافرام والدافرام
لما يريلاكس ها بيحصل ريسبيراتوري فيلير واسفيكسيا. بيستخدموه في ايه؟ البوتوكس اللي هو السم ده قلنا بيشيل الرينكلز، بيتحقن بكميات بسيطه في الوجه شو بالك، فيبارالايز الفيشال ماسلز، ولما الفيشال ماسلز تبقى بارالايز تختفي الرينكلز، تختفي العلامات السن في وجه المرأة، الكرمشة تروح والعين هنا في الرقبة، فبرضه تبقى ايه؟ مفرودة، تثبت تتفرد، فما يبانش عليها انها ايه؟ بلغت الستين او نايف، مش واخدة بالك ازاي؟ تبان كده انها في مرض مشهور اسمه الاكاليزيا، الاكاليزيا ده الابر اللور اسوفيجيال سفنكتر بيقفل، اللور اسوفيجيال سفنكتر بيقفل. فتكون نتيجه انه ايه؟ احيانا بيبقى سببه الجاسترين، اكسسف سكريشن اوف جاسترين، بيسموها جاسترينوم، هرمون اسمه جاسترينوم، يعني ايه؟ يروح قافل يكلوز اللور اسوفيجيال سفنكتر. فانت بتاكل اكل وبتبلع بالظبط كده، فيفضل في الاسوفيجس، فاول ما تاكل على طول جنب رقبتك يوقع، لان الاكل بيتراكم في الاسوفيجس. بيتراكم فين؟ في الاسوفيجس. بيعملوا عمليه ويعملوا لونجيتودينال فيشر في الاسوفيجس، يقطعوا السفنكتر، يقطعوا الوول، بحيث ان هو يهيل باي فايبرس تيشو ويبقى دايليت، يبقى ايه؟ دايليت. او بيحقنوا البوتوكس في اللور اسوفيجيال سفنكتر، فاللور اسوفيجيال سفنكتر يبقى بارالايز، يبقى بارالايز، يقوم الاكل يمشي على طول ما يقفلش، بس الاكل هيمشي في الاتجاهين، هيمشي من الاسوفيجس للاستومك ومن الاستومك للايه؟ للاسوفيجس. واضح هذا الكلام؟ فيعمل حاجه اسمها هارت بير. ليه؟ لان الانترا ابدومينال بريشر بوزيتيف والانترا بلورال بريشر نيجاتيف، فلما يضغط على المعده يضغط على الاستومك مش واخد بالك، والسفنكتر از بارالايز، يقوم الاكل، خد بالك المشكله هنا ان الاكل بيبقى مختلط بالاتش سي ال هيدروكلوريك اسيد، فيطلع يعمل ريفلكس، ريفلكس إعادة ارتجاع بالكامل، ريفلكس اوزوفاجايتس، ريفلكس ايه؟ اوزوفاجايتس. ايه اللي بيخلي الطعام يا ابني يطلع لفوق؟ النيجاتيف بريشر، في بوزيتيف بريشر تحت ونيجاتيف بريشر فوق، النيجاتيف بريشر يعمل ساكشن، ها يروح يعمل ساكن للايه؟ للفود، ومعاه الاتش سي اكاليزيا. اكاليزيا يعني ايه؟ اي سي اتش اي اكال، ايزيا اي اس اي اي، جت بوينت؟ اكاليزيا ما كانش حاجه، هو الراجل مثلا انت تفتكر اكاليزيا دي هتسال صعبه بعد ما انا اروح هو ايه الايزيا اللي هو بياكلها دي؟ ها؟ لا هو ما كانش حاجه، هو يعني ده عنده سبازم في اللور اسوفيجيال سفنكتر، سببه ايه؟ لسه قايل لك انا سبب او كده جاسترينوم، يعني انكريس سكريشن اوف جاسترين هرمون يقفل اللور اسوفيجيال سفنكتر، وتكون نتيجه ان الفود يتراكم في الاسوفيجس، يتبلع من الابر ويملى الاسوفيجس وما يقدرش يخرج من اللور للستمك، فرقبته ايه؟ تبرد. ماشي الكلام؟ ها؟ يبقى ده البوتولينيوم عامل فلاسيك باراليسيس، بعكس التيتانس ده سباستيك باراليسيس. التيتانس بيمنع سكريشن اوف جابا، سكريشن اوف ايه؟ اوف جابا، ده انهبيتوري كيميكال ترانسميتر، يبقى فيه اكسسيف اسيتايلكولين مش واخد بالك، وداوت الانهبيتوري كيميكال ترانسميتر جابا، ها؟ فيخش في حاله سبازم، بيبقى عنده اللوك جو قافل، لا مش واخد بالك ازاي، وجسمه المصل تون فيه زايد لدرجه انه داخل في حاله سبازم، ها؟ وهذا السبازم يخلي الدافران يكونتراكت وداوت ريلاكسيشن، يعني يعمل انسبيريشن وداوت اكسبيريشن، فتكون النتيجه انه بيموت بره، ها؟ ريسبيراتوري فيلير اند ديث، دي نقطه الديزيزز اللي قلناها في اخر المحاضره اللي ايه؟ اللي فاتت. تمام؟ خلاص نعود بقى، قلنا كل الصور دي بالنسبه لكم مألوفة، ها؟
كاركتر اوف سينابتيك ترانسميشن مره مهمه وفضل كاركتر اول كاركتر لو اوف فور دايركشن من البري سينابتيك تو بوست سينابتيك كومبليت ايه وبوست ده بارت اثنين سينابتيك ديلي سينابتيك ديلي قدره نص ملي سكند 0.5 ملي سكند 0.5 ملي سكند فاكر لما كانت زميلتك هنا وخدنا منها الدبوس وكنا هن ايه كنا هنابلاي البين بريك عشان ادي اكزامبل للريفلكس ار فده بينفول ستيمولس ريسيفد باي بين ريسبتورز وهيمشي في افرنت سنسوري نيرف يروح للسنتر في السباينال كورد اسمه انتيور هورن سيل يرجع في افرنت موتور نيرف لمصر دي الافكت بتديني ريسبونس مش درو ريفلكس مش درو ايه ريفلكس فهمت الكلام؟ طبعا لما انت دست على الابره بتاعت المكتب اخوك بتاع الهندسه ورفعت رجلك وقلنا بيتني عند الانكل وعند الني وعند الهب فاكر الكلام ده؟ ده فلكشن مش درو مظبوط هذا الكلام بروتكتيف ريفلكس ولكن لما بيرفع كده الناحيه الثانيه لازم يحصل فيها كروس اكستنشن كروس ده ايه؟ اكستنشن يعني لازم يعبر ثرو انتر نيورونز ويروح للاوبوزيت وينشط الاكستنسورز يبقى هنا شغل الفلكسورز وهنا شغل الايه؟ الاكستنسورز. في توتال ريفلكس طالع. اديته شكه الدبوس راح شايل ايه؟ ده اسمه توتال ريفلكس ايه؟ طالع. عباره عن ايه توتال ريفلكس طالع من الطرد الشرعي؟ قال يا بيه ده كوندكشن في الافرنت وفي الايفرنت وسنترال ديلي السنترال ديلي ده نتيجه انه الافرنت متصل بالايفرنت الايفرنت اللي حركت انكل ونين وهيب مظبوط هذا الكلام وراحت الناحيه الثانيه ده انتر نيورون انتر ايه نيورون كل سينابتيك ترانسميشن بتستهلك نص ملي ثانيه هل تقدر تقول لي النمبر اوف انتر نيورونز؟ اقول بخصم الكوندكشن اوف افرنت وايفرنت من التوتال ريفلكس تايم اطلع السنترال ديلي اطلع السنترال ايه؟ اقسم السنترال ديلي على 0.5 نفرض ان السنترال ديلي طلع 5 ملي ثانيه لما اقسمه على 0.5 اللي هو السينابتيك ديلي يطلع لي نمبر اوف سينابسز 5 على 5 من 10 تطلع كام يا ابني؟ 5 على 5 من 10 يا طلبة 10 ايه؟ تلعب 10 كوتشينة فرحان يا ابني 5 على 5 من 10 مش 10 في نفس امال مالك اتفزعت كده وانت بتقول 10 لا كان سرحان في ملكوت اخر عمال يفكر في الواد اللي خد شبكة الدبوس وشال ايده ده بيحب الواد يحب زميله يعني اه فمش هاين عليه انه يتشكل صح صح انت لسه ما غطشتش البطانيه لسه نايم ساكن فين يا خبر ابيض يعني ده انت واخد لك ساعه في المواصلات مظبوط ولا لا وهي الساعه دي ما تفوقكش ولا انت بتنام برضه في خلاص متعود تروح مغمض وتروح مديها رد عليا بتنام تعرف انا كنت بعمل ايه زمان وانا طالب قدك كده في سنه ثانيه؟ ها؟ اه والله كنت كاتب الرموز بتاعت البايوكيمستري في كراسه صغيره كده واروح مطلعها واقعد احفظ الكيميكال فورم اصلها كانت مقرره عليك دلوقتي ما حدش بيسالكم عن كيميكال فورم وانا في ثالثه كنت كاتب الدراجز والدوزز بتاعتها والسايد افكتس في نفس الكراسه الصغيره فاهم؟ ليه؟ كتر السلام يزود المعرفة انت كل ما عينك تصافح الصفحة صح؟ فانت ما تاخدهاش يوم من اول النهار لحد ما يجيلك الدكتور عاطف في المحاضرة تبقى مش قادر تشيل المخاد برضه انت
انت اخبارك ايه في وضع وضع نوم اول وضع نوم تاني وضع نوم تالت وفي ناس بتقطع على الرابع ما تلاقيهوش ده انت قاعد في الصف الايه الاول اسمك ايه وشريف كمان يعني مش كفايه انك ابو شريف اصغر معاك بس هيفوقك على خمسه على خمسه من عشره دي كام عشر سينابسس عشرة ايه سينابسس مش عشرة شينا ها فهمتوا الكلام يبقى اعرف ازاي نمبر اوف ريفلكسز نمبر اوف سينابسس قاسم السنترال على السينابتك ديلي طب وتقسم ازاي تطلع السنترال ديلي اقسم من التوتال ريفلكس تايم الكوندكشن في الافنت ولا ايه كان استاذي علي رحمه الله يوسف عبد الرحمن احب اترحم عليه انا بشكر ها يسال الديتيل الصغيره دي يقول لك تعرف ازاي هذا النمبر اوف سينابسز ان انا اقسم السنترال ديلي على السنا طب اطلع ازاي السنترال ديلي ها اقسم من التوتال ريفلكس تايم الكوندكشن في الافنت ولا ايه والايفنت يبقى النمبر اوف سينابسز هتساوي السنترال على السينابسز الثالث فتيك فتيك يعني انا بعمل رابد كونتينوس ستيميليشن فور لونج تايم لبريزينابتك نيورون او ما الاقي بعد شويه بالشارج من البوست سينابتك نيورون قلب يبقى انا عملت رابد ستيميليشن فور لونج بيريد اوف تايم للبريزينابتك نيورون لقيت ان الديشارج اوف اكشن بوتنشال من البوست سينابتك نيورون الاقيه ايه؟ قلب الاقيه قلب فيقولوا ده فتيج فتيج يعني ايه؟ فتيج يعني مجهد باللغه الفرنسيه فتيج ليه فتيج ايه؟ يعني هو تعبان مجهد فيبقى اذا كلمه فتيج يعني decrease the frequency of discharge of action potential or nervy impulses from the postsynaptic neuron. من البوستسينابتك ايه؟ ايه السبب؟ قال ايضا ان ال vesicles content في البريسينابتك neuron have been exhausted, depleted, استنفذت فخلاص ما عادش فيه chemical transmitter فيحصل decrease the frequency of discharge in the postsynaptic neuron أو decrease number of receptors in the postsynaptic neuron يعني الكيميكال ترانسميتر لسه بيفرز ولكن ها الريسبتورز ها اخبارها ايه؟ قليل الريسبتورز قليل في واحد ثالث قال انت لما بتعمل continuous stimulation بتدخل كالسيوم بتدخل ايه كالسيوم فالاكسسيف كالسيوم ده بيوبن بوتاسيوم شانل كالسيوم اكتيفيتد بوتاسيوم شانل فلما يفتح البوتاسيوم يقوم يخرج البوتاسيوم بره يقوم يعمل هايبر بولارايزيشن فالفريكونسي اوف ديشارج اوف اكشن بوتنشال من البوست سينابتيك نيورون ايه ده تفسير تاني يبقى اذا قدامنا ثلاثه ها ميكانيزم بيحدث بيهم الفتيك ايدر ديبليشن اور اكزوشن اوف ذا فيسيكلز كونتيننج الكيميكال ترانسميتر او ديكريز نمبر اوف ريسبتورز زاد الان اكتيفيشن اوف ذا ريسبتورز باستمرار الاتحاد الكيميكال ترانسميتر مع الريسبتور الريسبتور بيحصل له انفجانيشن بيخش جوه ويعاد تصنيعه ويطلع تاني بره جت ذا بوينت او الثالثه زاد الكالسيوم في كونتينوس ديشارج والكالسيوم ده بيدي اكتيفيت بوتاسيوم شانل فيعمل هايبر بولاريزيشن وبالتالي يقل الفريكونسي اوف اكشن بوتنشال ماشي كلام معقول ما فيهوش صعوبه فورورد وتكنيك وسناب نيجي بقى رقم اربعه سناب ده ابيليتي تو تشينج اور تو موديوليت ذا سناب ability to A to change or to modulate synaptic transmission to change مفهومة يا إما هزود synaptic transmission يا إما هقلل synaptic transmission
for short period of time او for long period of time. For short او for ايه؟ يبقى يعني ايه كلمة plasticity؟ ها؟ change. او كده to change. Plasticity means the ability to change or modulate the function. Synaptic transmission can be strengthened. Strengthened, بقويه or weakened, بضعفه for short or long duration. The short time or the long time. Forms of synaptic plasticity. Short term plasticity. They have a short term inhibition. اسمها habituation او short term facilitation ودي عباره عن post titanic potentiation او sensitization. وبعدين long term في long term potentiation و long term depression. يبقى يا ابني يا اما انك بتقوي او بتضعف for short period of time او for long period of time واللونج term يا اما يبقى long term potentiation او long term ايه؟ depression. ده اللونج تيرم. امال الشورت تيرم؟ امال الشورت تيرم؟ قال يا اما شورت تيرم انهبيشن وده بنسميها هابيتويشن. تعالوا مش واخد بالك؟ تمام؟ او شورت تيرم فاسيليتيشن وده يا اما بوست تيتانيك بوتنشيشن او سنسيتايزيشن او ايه؟ سنسيتايزيشن. خلاص؟ كان ليا زميل في سنة المدرسة اللي كنت فيها كان صديق اسمه جورج مات بسويرس وهو دخل هندسة عين شمس واحنا دخلنا هنا الطب الفاضل ساكن في عمارة وتحت العمارة موجود موتور شغال 24 ساعة بينقل مية الصرف من بلوعة إلى بلوعة تانية، بلوعة قطرها صغير فبينقل بصفة مستمرة للبلوعة من القطر الكبير عشان يصرف الصرف الصغير. فلما كنا نروح له بعد نص ساعة نصبر واستغرب يقول لك انا متعبك انتوا سامعين صوت الموتور ها وهو ساكن في الدور الثاني لكن انا مش سامع هو هابيتويت هو ايه هابيتويت انا الصوت المزعج بتاع الموتور ده هيجيب لي انهيار عصبي وهو مبتسم مش واخد بالك ازاي مش يعني ما مش زعلان خالص من الموتور بعد ما اتخرج هاجم البلد وراح فرنسا واشتغل لحد دلوقتي في فرنسا جورج ماتس شو واخد بالك؟ اعتقد ان سبب هجان الموضوع. لكن هو كان هابيتويتد. كان ايه؟ هابيتويتد. وكل واحد فينا في حياته في ناس ساكنه على شارع رئيسي. في مواصلات كلها وساكن في الدور الرابع والكلاكسات والعادل والهوسه ومش عارف ايه وبتاع وهو كل الهيصه دي وتلاقيه قاعد مبتسم. يقول لك تعالى نطلع دوت في البلكونه نتهوش. يا ابني ده الحكومه حاطه اتوبيسات عامله لها شكمانات طالعه لفوق. والدور السادس وشكمان ينفصل لايه؟ تنزل من عنده يتهبل يعني. تهوش. لما يشغل التكييف الاوضه تتملي عدم سرعه. تعمل العدم من بره تخلوه بس هو هابيتويشن فهمتوا معنى كلمة هابيتويشن؟ عاوز انا اشرحها بقى في الفسيولوجي يعني ايه هابيتويشن؟ ده جرادوال لوس اوف بوست سينابتيك نيورال ريسبونس تو بينايم ستيمولس وين از ات ايه؟ بينايم صوت موتور صوت مواصلات وهكذا وريبيت مش واخد بالك ازاي؟ المصريين عايشين في القاهرة في جو ملوث. اللي ساكن منهم في المقطم يطلع المقطم يبص فوق على القاهرة يلاقيها محاطة بالولالة سوداء. القاهرة من فوق أنت تشوفها تحت
وهي محطه بالولايه السوداء. يقول لك اصل دي السحاب السوري. ليه؟ يقول لك بسبب حريق الرز. طب لو احنا بنحرق الرز كل سنه قش الرز ده بيحرق كل سنه. ولكن المصريين متعودين على الرز. يعني يشم التلوث بتاع العربيات ويشم الحرق بتاع قشه الرز ولا يكتفي بهذا ولكن يدخن ويروح يكتر يشيش وبتاع ويقول لك اديني كمان يعني ايه اغير تفاحه وغير بالظبط اللي جايين من بره طبعا يصيبهم الضعف بانك ولذلك بياخدوا اجازه ثلاث ايام في الاسبوع على صيف الناس ويخرجوا خارج الايه؟ القاهره يروحوا على الشواطئ القريبه سيان كانت على البحر ابو الوسط او البحر يفلسع ثلاث ايام يقول لك مش هنغسل الايه؟ الفران بتاعتي. احنا متعودين. انت لما تيجي تقول له تعالى نخرج يوم الجمعه نتفسح على النيل ولا نعمل ولا بتاع يقول لك يا عم الجمعه ده اتعمل براحه خلينا ننام وبتاع ونقوم نصلي ها وبنجع في البيت في وسط التلوث وياكل الايه؟ بنجع يعني يطيل المكوث يعني. نفيتك نفيتك لازم يبقى نفيتك ممكن شراره وبناي يعمل اكتيفيشن ايه الايونيك بيزنس جراديوال ايه اكتيفيشن اوف كالسيوم شانلز ها لانه كونتينوس بيقل الانتراسيلولار كالسيوم بيقل الكالسيوم يعني معنى الكلام بلغه علميه سهله انك بتدخل كالسيوم ثم لانه كونتينوس ستيم بما ان هو كونتينوس يعني هو معاك بما ان هو كونتينوس ستيم بس اذا ها استمرار دخول الكالسيوم هيخلي الكالسيوم كونسنتريشن جوه ايه؟ يزيد فهمتي؟ فيبتدي الشانل تبقى اكتيفيتد خلاص ما تدخلش كالسيوم ما تدخلش ايه؟ وبالتالي راكشر اوف ريسك سبونتينيو كيميكال ترانسميتر ايه؟ راكشر اوف ريسك سبونتينيو كيميكال ترانسميتر ايه؟ واضح هذا الكلام؟ واضح؟ دكتور هابيتويشن فهمت الهابيتويشن؟ انه ايه؟ انه decreased release of chemical ايه؟ transport. بعد ساعة نفس الشيء. نعم؟ inactivation. ما هو احنا قلنا انه الكالسيوم ده كتير اللي دخل بيشغل بوتاسيوم شانل. بيشغل بوتاسيوم ايه؟ فيقل بس الفتيد بيقلل البوست سينابتيك بحيث انك انت ايه؟ ديكريست هنا بيمتنع بيبقى مفيش فاردر ديسشارج مفيش فاردر ديسشارج بحيث انك انت كان الاستيمولس غير موجود كان الاستيمولس غير موجود انت رايح تزوره فانت اول مره قاعد فاعمل لك ازعاج لكن هو متعود دايما على الصوت ده وبالتالي ها ما بي فهمت هذا الكلام؟ طيب يا بيه فهمنا ده ديبريشن ده نوع من انواع الانهبيشن السناتيك بوست ديتاليك بوتنشيشن بيزس اوف ايميديت ميموري وسنسيتايزيشن بيزس اوف شورت تيرم ميموري ده بيلاين ستيمولس ومعاه نوكشس ستيمولس ابوك يا ابني وانت لسه في اولى ابتدائي قاعد يحفظك جدول الضرب جدول الاثنين 2 في 2 ب 4 2 في 3 ب 6 2 ب 4 ب 8 2 في 5 ب 10 ابوك بيعلمك هذا الكلام وانت طول الله برسيمه يقول لك 2 ب 4 بكام؟ اه من بنى الهرم الاكبر؟ يقعد يحكي لك قصه خوف ومنقرع مش واخد بالك؟ ها ويطلع منها انا شفت اب بيعلم بنته فبيقول لها واحد بعصايه اثنين عصايه متنيه ثلاثه بكبشه وبعدين ايه؟ ها يا بنت ده رقم كام؟ قالت له واحد قال لها وده رقم كام؟ قالت له اثنين قال لها وده رقم كام؟ قالت له ده كبشه نسيت بعد الاثنين ايه؟
ثلاثة فهمت؟ فيروح عامل لها نوتش يا سيستم رسم واحد يعلم فيها وبنت فيروح عامل لها نوتش يروح ماسك ودناها ويروح فارقها. فهمت الموضوع؟ وروح فارقها عشان تحفظ ايه؟ واحد اثنين ثلاثة وتحفظ القصة بقى بتاعت خوف ومنخرع وخف مظبوط ولا لا؟ هو انت اتعلمت كده امال يعني انت اتعلمت بالسهل يعني كانوا بيقولوا لك 1 2 3 4 لهم 1 2 10 على طول لا ما انت برضه فاهم يا ابني ولا مش فاهم؟ عندنا عيل صغير في البيت حفيدي ابن بنتي مش واخد بالك ازاي امبارح ماشي في البتاع وبعدين بيقولوا له قول 1 2 قال لهم 1 2 6 10 مخرم على طول على الايه؟ عشان يريحهم قبل الاخر يعني هم عارفين يقول لحد كام؟ هقول لك لحد 10 خد بالك يا شيخ معاك ده اسمه سنسيتايزيشن. ايه الايونيك بيزنس؟ بريسي نكتف فاسيليتيشن. اشرح لي بقى يا جميل البريسي نكتف فاسيليتيشن. قال يا بيه ده عكس البريسي نكتف انهبيشن. طب يا سيدي عرفنا بس انا عاوز الفاسيليتيشن مش عاوز الانهبيشن. قال ده الثيرد انتر نيورون اللي بيخش على النيورون رقم واحد ويأكتيفيت الادينايل يفرز سيروتونين فيأكتيفيت الادينايل سايكليز فيزيد السايكليك ام بي. السايكليك ام بي يعمل فوسفوريليشن للبوتاسيوم شانل فلما تبقى فوسفوريليتد كمل لما تقفل ها بالظبط كده جدع هو قال اهو قال لك بيبقى مانتين دي بولاريزيشن وداوت دي بولاريزيشن اصله قفل القناه اللي بتعمل بقى مانتين دي بولاريزيشن مانتين يعني دخل ايه؟ يدخل صوت دخل كالسيوم الاول دخل كالسيوم فيربتشر الفيسكو فيقدر الكيميكال ترانسميتر ريليز وبعدين يعمل الصوديوم انفلكس ويعمل لنا الاكسيتات البوست سينابتيك بوتنشال باي سميشن يعمل اكشن ايه بوتنشال. فين الزميل اللي سالني النهارده على الاكسيتات الانهبيتور اللي طلع لي فوق؟ فين؟ ايوه كان سؤالك ايه يا ابني قوله بقى لزمايلك؟ لا الديوريشن ده انا حليته لك على طول قلت لك زمايلك جم معايا المكتب وريتهم جانو وجايتون جايتون طبعا الحديثه كاتب انه الديوريشن 5 مللي سكند مش كده؟ شفتها الاكسيتات البوست سينابتيك بوتنشال 5 مللي سكند لا تقبل الجدل. جانو كاتب الارقام اللي موجوده في كتابه اللي هي 11 ونص و15 مش واخد بالك ازاي؟ ولكن تاخذ بقى الاثنين طالما انك انت معاك مصدر ايه؟ معتمد عشان نريح الديبيت مش واخد بالك لكن احنا من قديم الزمن واحنا بنقول انه البيكس 1.5 وده 5 مللي سكند ولم تتغير هذه الارقام. انا عندي كتاب جديد لسه ما فتحتوش جاني من امريكا ثمنه 120 دولار يعني ياخد من 1000 جنيه مرابط هجيبه ان شاء الله في المكتب وهنشوف ان ده الفصل ده اسمه نيورولوجيكال بيزس خلاص نيورولوجيكال بيزس وكذا هجيبه لكم ان شاء الله باذن الله وتيجوا تشوفوا انه طبعا 2012 مش واخد بالك ازاي؟ وقد كده اهو قد دليل التليفون نعم؟ نيورولوجي بس ما فيش كل الفيسيولوجي ده بس على قد السي ان اس ابتداء من الفورميشن اوف كيميكال ترانسميتر وارتحال الكيميكال ترانسميتر عبر الاكسون والستورج في الفيسيكلز والميكانيزم اوف رابشر ده لوحده شفط اللي احنا بنقوله هنا في كلمات. سؤالك الثاني يا ابني هو اللي كان اللي انا ما جاوبتولكش بقى اللي هو ايه؟ بيقول لي يا دكتور عاكف ازاي يحصل سميشن وده متعارض مع الاولور راندوز هو الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال ده مش اكشن بوتنشال تعال نقارن ما بين الاكشن بوتنشال والاكسيتاتري بوست سينابتيك اعمل لي مقارنه كنت تقول لي الاكسيتاتري ده عباره عن بارشال ديبولاريزيشن لكن الاكشن بوتنشال ده كومبليت ديبولاريزيشن مظبوط ولا لا؟ الديوريشن بتاع الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال 5 مللي سكند مظبوط هذا الكلام؟ الديوريشن هنا واحد ها؟ واحد من اثنين؟ اثنين من مظبوط في واحد وفي اثنين مش واخد بالك من ايه؟ سكند واحد في السي واثنين في بقيه يبقى اذا الديوريشن مختلف ثلاثه ها؟ الاكشن بوتنشال اوبيز اول اور ران فايت كان نوت بي لا كان نوت بي ها؟ لانه بيبقى اول اور ران فكان نوت بي جريد اصله يا بيه هيحصل النقص هيبقى 35 مفيش واحد عشان خاطره هيبقى ايه؟ هيبقى زائد 40 هو عشان خاطره انا هيبقى زائد 50 لا هو بيوبير الاكشن بوتنشال لكن الاكسيتات والبوست سناب بيوبير الاورنال لا ده بارشال دي بولاريزيشن ده ممكن يا ابني ممكن يبقى الماجنتيود بتاعه 5
ملي سكند، انشارة درجة زي 10 و 15 و 20 ملي سكند الماجنتيود، فإت دازنت أوبي أور إيه؟ أور نان. الإكساتات البوستنابتيك بوتنشال إز نوت أسوشيتد ويز أبسولوت ريفراكتوري بيريود، فكان بي سميتد في أذر أجماع، ولكن الأكشن بوتنشال كمل بقى ها ده في مبالغ بأبسولوت ريفراكتوري بيريود، فكان نوت بي كمل كان نوت بي سميتد. ده شبه اثنين أكشن بوتنشال على بعض وطلع واحد بدل ما هو زائد 172 زائد 35 105، ما اقدرش اجمع اثنين ويطلع لي 210. فهمت يا ابني اجابه السؤال؟ فيبقى اذا لا علاقه بالايه؟ يعني هنا ده الفري سينابتيك فاسيليتيشن سنسيتايزيشن بالبيزنس اوف شورت تيرم شورت تيرم ميموري. وانا شرحتها قلت لك ايه؟ قول فكرني ان لما تيجي تنام ما زال في ريليز اوف كيميكال ايه؟ ترانسميتر، اي حاجه نزله عليك سجلها على ايه؟ على شريط. اه بالظبط كده. وتنام وانت بتسمعها، وتقوم الصبح على طول بعد الصلاه اقراها وسمعها اورا واكتبها ريتم، هتلاقيها اتحقق مخك عمل المجهود اللي انت بتعمله وانت صاحي وانت نايم. يعني اللي انت كنت هتعمله وانت صاحي هو عمله وانت نايم. ليه؟ عشان ها؟ عشان البري سينابتيك فاسيليتيشن اللي هي السنسيتيف. واضحه ولا مش واضحه؟ هذه شورت تيرم فاسيليتيشن اللي هو البوست بتاعك بيزس اوف ايميديت ميموري. ايميديت ايه؟ ميموري. طلعنا رحله مع الطلبه، عدد الطلاب في الاتوبيس 45 ها؟ كل طالب هو نازل، مش واخد بالك ازاي ذكر اسمه. هو نازل ذكر ايه؟ اسمه. معايا مش معايا؟ واحد من الدكاتره اللي مصاحبين للرحله ربنا يصبحهم ويسيب الخير اسمه الدكتور محمد يوسف ذكر ال 45 اسم بعد ما نزل اخر واحد من غير ما يلخبط ويجيب اسم قبل اسم. ميديا ميموري. قال فلان 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 لحد ما خلص ال 45. مش واخد بالك؟ افضل الدكاتره اللي موجودين سمع 10 12 اسم، وبعد كده عجل عجل المهول. خلى بطرس مكان موريس، وخلى محمد مكانه ممدوح، وهكذا. ما بقدرش ان هو ايه؟ ها؟ طب عمل ايه الراجل ده؟ ها؟ قال انه بوست تيتانيك بوتنشيشن عمل ريبيتد استيميشن، مش كونتينوس بتاع الهابيتويشن، لا ده ريبيتد رابيد. مش كونتينوس، ريبيتد ورابيد يعني انترابتد. يعني ايه؟ انترابت. فعمل اكيوليشن اوف كالسيوم في البريسيناكتيك نيورون باي ريبيتد رابيد ستيميشن. فزود الريليز اوف نيورو ترانسميتر، زود الريليز اوف ذا نيورو ايه؟ ترانسميتر. ما اداش الو هناك كان كونتينوس. هناك كان ايه؟ كونتينوس. فبيحصل انكتيفيشن للكالسيوم ايه؟ شانل. هنا مدي فرصه للكالسيوم بامب انها تطلع الكالسيوم اللي دخل جوه تطلعه ايه؟ بره. وطالما بتاخد من جوه وتطلع بره مش واخد بالك ازاي؟ فيفضل الكالسيوم انفلو، يفضل الكالسيوم ايه؟ يعني بيحافظ على الكونسنتريشن جريدنت، وكل ما يخش كالسيوم كل ما يركتشر الفيسيكل، كل ما يبقى ريليزد كيميكال ترانسميتر، وكل ما يبقى ريليزد كيميكال ترانسميتر يفضل يمنتين الاكشن ايه؟ اسمها بوست تيتانيك. بوست تيتانيك ايه؟ فاسيليتيشن، فاسيليتيشن، وسنسيتيزيشن او انا بروند اوبمنت ريسبونس، وسنسيتيزيشن نيورون ديتا ابليكيشن اوف ذا نوكشس ستيمولس اند افكت باي ذا نايت ريتش ذا سبجكت. مين بقى اللي لونج تيرم؟ هنا هنا عاوزك تبص على الناس. بص يا ابني هنا rapidly developing persistent enhancement of post-systemic neural response after repeated stimulation of the presynaptic neuron. It lasts for days or weeks, beyond أيام وأسابيع, occurs in various areas of CNS, especially in the hippocampus. Especially in the hippocampus. بص لي على الرسم كويس. دي أهم من الجزئية.
اهم ايه؟ الجزئيه. اولا اللي فوق ده البري سينابتيك نيورون، ده البري سينابتيك ايه؟ وده ده البوست سينابتيك ايه؟ نيورون. الحته البسيطه اللي ريليز ده هو المغنيسيوم، هو الجلوتامين. الجلوتامين. تلاقي حصل في الهول سيربرال حصل ثرومباتيك تشينج
ها؟ وحصل نيكروزس لهاف البرين ويخش في ريفرسبل ديب كوما لا علاج له. اكتشفوا ان اللي حصل هو ريليز اوف جلوتامين. وادوا انتي جلوتامين في بدايتها انتي جلوتامين اوقفت البروسيس ونجا العيان. ما دخلش في الديب ريفرسبل كوما. يقول لك بيحصل سبير للبرين تيشو. البرين تيشو از سبير اف ان انتي جلوتامين از نيوترلايز. عشان اوقف الريليز اوف اكسسيف جلوتامين اللي هو الاكسايتو توكسي. هو الاكسايتو ايه؟ توكسي. لما انا قلت لك انه كاتبين في الكتاب ان الهايبوكسيا بتقلل الريليز اوف نيورو ترانسميتر وبالتالي بتنهبت السينابتيك ترانسميشن، قلت لك دي المعلومه السطحيه. ولكن المعلومه الحقيقيه انه في السيريبرال ترومبوزس بيحصل هايبوكسيا. بيحصل ايه؟ هايبوكسيا. العيان في خلال 3 ل 5 سكندز 3 ل 5 ثواني يبقى انكونشس. لو استمرت مينتس دخل في ايه؟ الكوما. لو سبته من غير انتي جلوتامين لازم تديله الانتي جلوتامين من 3 تو 6 اورز. ما زالوا هنا في مصر بيدوا الانتي جلوتامين على استحياء وبيدوا ستريبتوكاينيز ويوروكاينيز. والمتقدم علميا بيدي تي بي اي في السرال 5000 جنيه طبعا. تي بي اي ده هو تيشو بلازمينو اكتيفيت اللي بيحول البروفايبرينو لايسين الى فايبرينو ايه؟ لايسين. يقول لك البروفايبرينو لايسين بيتحول الى فايبرينو لايسين او بلازمين. البلازمينو الى بلازمين ده بيكسر الفايبرين والفايبرينو. بيكسر الفايبرين والفايبرينو ويتحولوا الى فايبرينو كبتايز. يتحولوا الى فايبرينو ايه؟ كبتايز اللي بينهبت الترومبين. فيوقف الجلطه. ده بوينت. ولكن يقول لك انا عندي سبب فاينانس ب 400 جنيه ادي له عرض 5000 جنيه. ابو بشار الاسد حافظ الاسد جات له الجلطه. ايام ما كان حسني مبارك رئيس الجمهوريه بعت له الطياره بتيجي بايه؟ فدوب له الجلطه في المخ ورجع تاني للبلاد سبلاي وبالتالي نزل من الشلل النصفي ودخل الديب كوما. بعتها له دكتور في 3 ساعات؟ يس هو فروم 3 تو 6 ساعات. المسافه ما بين اكسوريا ساعتين بالطياره. نعم. ساعتها يعني اتصلوا بدكتور ساعتها قالوا له ايه النمره بتدخل الكالسيوم صوديوم؟ بتدخل ايه؟ كالسيوم صوديوم. بتدخل صوديوم وبتدخل كالسيوم هي بلوك باي ماجنيزم. ليه بتدخل كالسيوم مع بعض؟ ده لسه فيها تفصيل. لازم الاتحاد الجلايسين والجلايسين يسددوا ولا ينهبتوا؟ ينهبتوا سامع؟ هو ينهبتوا في السباينال كور ولكن فوق في السيريبرال كورتكس يسددوا. السيريبرال كورتكس ايه؟ يسددوا. فهمت هذا الكلام؟ وهي اصلا اذا سمعت الكالسيوم اللي هو يخش يبقى من باب اولى تسمع للصوديوم ان هو ايه؟ يخش، الاثنين يخشوا ماي كونسنتريشن ايه؟ ولكن ايه؟ كونسنتريشن اند الكتريك ايه؟ ريدي. نعيد القصه دي تاني. يقول لك ايه الاستيبلس فور ريليز اوف جلوتامين؟ ها؟ نايكوكس. الجلوتامين لما يبقى ريليز بيأكتيفيت كاربنيت ريسبتور. يقول يفتح صوت امبا ريسبتور. ها قلنا كانت عند اكبر ريسبتور ما ياخدش الصوديوم. صوديوم ايه؟ انفلوس. يعمل ديل ويشيل المغنيسيوم بلوك ويتحد الجلايسين مع الجلوتامين ويدخله كالسيوم وصوديوم. الصوديوم بيفتح مزيد من النمبر ريسبتورز والكالسيوم بيتراكم دول يتحد مع الكالسيوم كالموديلين كالنيس 2 وريليز نيتريك اوكسايد. بيريليز النيتريك اوكسايد منين يا ابني؟ او كده من البوست. ومن البوست ياكت على مين؟ كريزي. وريليز فاردر ايه؟ جلوتامين. فهنا ده بوزيتيف فيدباك. عشان كده يقولوا ان الجلوتامين اللي هو 75% من اكسيتات الكيميكال ترانسميتر از ان اكسايتو توكس. يعني هو اكسيتات الكيميكال ترانسميتر ولكن يزاد عن حد اتقلب الى توكسيسيا. ليه؟ هيدخل كالسيوم وهيبادل الكالسيوم اور
هيبادل الكالسيوم مع الصوديوم، يعني يطلع اثنين صوديوم ويدخل كالسيوم، وهيفتح كالسيوم طبعا، وبيأكتيفيت انزايم لا قبل البروتينيز، بيأكتيفيت انزايم اللي بيحول الـ VIP2 ها؟ الـ IP3 وده اسمه ايه الانزايم ده؟ فوسفولايبيز سي، فالفوسفولايبيز سي بيبقى اكتيفيتد ويدخل الـ IP3، والـ IP3 دخل مزيد من الكالسيوم، ده ذا بوينت، الكالسيوم عالي هيأكتيفيت البروتينيز مين؟ فيديسربت السيل ممبرين، فيخلي الخلايا بتاعت المخ كلها حصل لها بروتيوليسيس، وبالتالي يكفر الهول سيريبرال هيمسفير ويخش الديب ريفرسال كوما. في ناس بتقعد في نازل الكوما فور 6 مانث، يعني انا ليا نسيب قعد 15 كيلو وات في الديب كوماتوز فور 6 مانث، وكل نهار يتوقف يعملوا له ريسسيتيشن ويرجع، وده ضد الاثكس انهم عارفين انه مش هيعود مره اخرى من ايه؟ من الحياه لانه في ديب كوما، فده كان المفروض لما يجي له كاردك الرزق يسيبوه بقى في رحمه ربنا سبحان الله، ولكن يا ابني عيان بيدفع 3 4000 جنيه من العبد ها؟ هم عايزين يحافظوا عليه ده عيان فرد، فهمت الكلام؟ فهمت يا ولاد؟ فهمت الكلام ده؟ هو ده لونج تيرم بروتكشن في الهيبوكامبس مسؤول عن اللونج تيرم ميموري في الحاله الطبيعيه، ولكن اذا حصل انسدادات وتوكسن ها؟ بيؤدي الى ديب ريفرسال فهمت ولا لا؟ يعني مين اللي في السيروش كان ليه ليميت؟ هيعمل لونج تيرم بروتكشن مسؤول عن اللونج تيرم ميموري. فهمت؟ يقول لك لازم الديب بروتكشن يبقى اعلى من 20 مللي فوق. اللي قامت وقف. اللي قامت وقف. بكلمك يا بنتي. احنا قلنا ان الخاتم الوحيد هو المفتاح، فبقول انا الحمد لله يبقى تكون متروحه. ولا انت شايفه انك انت المفتاح دي؟ اللونج تيرم ديبريشن عشان يبقى خلصنا القصه ده بيحصل دي بولاريزيشن اقل من 20 مللي فوق اللي هو الناسس الثريشولد عشان يفتح الشانلز عشان يفتح الايه؟ الشانلز لونج تيرم ديبريشن بيزي اكتف نيورون ستيميليشن اكتف برولونج ديبريشن وكيرز بيزي اكتف نيورون ستيميليشن دي بولاريز بوست سناتيك مات من 20 مللي فوق ثريشولد فور نمبر ريسبتورز تو فهمتوا الكلام؟ يعني حالة البوست تيتانيك فاسيليتيشن الديب بولاريزيشن اللي حدث اعلى من 20 مللي فولت حسب بوتنشيشن لو هو اقل يعمل ديبريشن يعمل ايه؟ ديبريشن وتنسى الذكريات المؤلمة ما تفضلش انت محتفظ بذكرياتك اللي ايه؟ المؤلمة وانت صغير شفت حادثة وشفت اتوبيس ده 6 7 والناس ازاي ماتت وكذا لا عشان شويه بتنسى بيختفي هذا الجزء من الذاكره لونج تيرم ديبريشن فهمت ولا لا؟ كل ذكرياتنا ها سمي الانسان انسان من كثير الايه؟ الانسان لونج تيرم ديبريشن فهمتوا هذا الكلام؟ فهمتوا؟ ان شاء الله باذن الله هنتقابل يوم الاحد 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 اجازه مش كده؟ 6 اكتوبر ان شاء الله باذن الله هنشوفكم يوم الايه؟ ها؟ الأربعة يبقى تاني يوم العيد. مش العيد يوم 8 يوم تاني. العيد كام؟ 15؟ كام؟ طب يا عم هتخرج ايه؟ يوم الاثنين. مين موافق على انه يعوض اجازة الحج بيوم الاثنين من 11 ل 12؟ ها؟ ما شاء الله موجود ل 60 واحد ها؟ دكتور المدرجة يا فيصل